صاحب الفضيلة يقول السائل: كيف نرد على من يقول الرجعة لصلاة القيام آخر الليل جماعة في المسجد بدعة، مع العلم أنه يحفظ القرآن بالعشر قراءات ويقول أعطوني دليل على ذلك؟ هذا ما وده يصلي، وده ينام، خلوه ينام كيف. أما أنه يقول بدعة فهو كذاب، ما هو بدعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر شمر وشد المئزر وأيقظ أهله، كان إذا دخلت العشر فإنه لا ينام، في رواية لم يذق غمضا، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي ويتهجد، وكان السلف يصلون تهجدون في العشر الأواخر إلى آخر الليل، حتى إنهم يخشون أن يفوتهم السحور، يفوتهم الفلاح يعني السحور، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام خلف إمامهم، كانوا يربطون الحبال بين السواري ويتعلقون بها من طول القيام. وهذا الجاهل يقول هذا بدعة، يعني صار الرسول يوم يجتهد في العشر ولا ينام صار هذا بدعة، الصحابة ومن جاء بعدهم صاروا مبتدعة، إلا صار نوده ينامه ينام ولا يبدع الناس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.